بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نبدا مع بعض درس جديد من دروس منهج بريب 2 ودرس Graduation of Properties of Elements in the Modern Periodic Table. ده الدرس الثاني في المنهج بتاعنا، وعاوزين ان احنا نبتدي نشرحه بالتفصيل ونفهمه مع بعض. وهو درس طويل شويه ولكنه سهل، يعني درس ما فيهوش مشاكل في الفهم، ولكن هو الدرس كبير شويه بس ومعلومات فيه كتير شويه. احنا لو جينا نتكلم على الجروبس والبيريودز اللي احنا اتعلمناهم في الدرس اللي فات، هنلاقي ان الصفات مش متشابهة، الصفات مختلفة، وفي صفات ممكن تكون مختلفة لنفس الجروب نفسه. يعني انت مثلا لو مسكت الجروب الاولاني، فهتلاقي ان الجروب الاولاني ده فيه مجموعة من الاليمنتس، الاليمنتس دي مختلفة عن بعض في البروبرتيز. ولو مسكت بيريود مثلا زي البيريود دي، برضو الاليمنتس اللي جوه مختلفة عن بعضها. وبالتالي انا لو جيت بصيت هلاقي ان في بروبرتيز احنا محتاجين ندرسها علشان نعرف ازاي البروبرتيز دي مختلفة من اليمنت لاليمنت تاني. في الدرس ده هندرس 3 properties of elements. هندرس اول حاجة اسمها atomic size، هندرس مع بعض حاجة اسمها electronegativity، وهندرس حاجة اسمها metallic and non-metallic property. يبقى احنا في الدرس ده محتاجين نتعلم 3 حاجات، هنتعلم الاتوميك سايز والالكترونيجاتيفيتي والميتاليك اند نون ميتاليك بروبرتي، ونتكلم عنها بالتفصيل. خلينا نبدا مع بعض باول بروبرتي احنا محتاجين نفهمها، وهي اتوميك سايز. ومقصود بالاتوميك سايز من اسمها حتى حجمها، يعني انا عندي اتوم، والاتوم دي اكيد ليها سايز، اكيد ليها حجم. انت مثلا لو دخلت فصل او دخلت كلاس معين، فالكلاس ده فيه مجموعه من الاليمنتس اللي هم الستودنتس، يعني فالستودنتس دي كل واحد ليه حجم ماشي، او ليه طول معين او ليه تخن معين. فهي نفس الكلام حصل، جم للاليمنتس وقالوا بص احنا عاوزين نفهم الاليمنتس دي من الكبير للصغير بناء على السايز، بناء على الحجم. وقبل ما ندرس الموضوع ده لازم نفهم ان ذا اتوميك سايز، الحجم الذري بنسموه حجم ذري، ذا اتوميك سايز از ديتيرمايند باي نوينج، ان احنا نفهم الحجم الذري ده بيتحدد بناء على ان احنا نعرف ذا اتوميك راديوس. يعني ايه اتوميك راديوس؟ انت عندك اتوم، الاتوم دي بالشكل ده مثلا ماشي، فالاتوم دي ليها راديوس، ليها نص من اول السنتر بتاعها لحد الايه السيرفيس بتاعها. فالاتوم دي سمينا الجزء ده راديوس، فبناء على الراديوس ده هنبتدي نحسب الاتوميك سايز، نحسب الايه الحجم بتاع الايه الاتوم ده. فاتوميك سايز از ديتيرمايند باي نوينج، الاتوميك سايز ده بيتحدد بناء على ان انا اعرف ذا اتوميك راديوس اوف اتوم، بناء على ان انا اعرف الايه الراديوس بتاعه. اند ميجرينج يونت از بيكوميتر، بنحدد الحجم بتاع الاتوم دي بحاجه اسمها بيكوميتر. طيب والبيكوميتر ده او البيكوميتر ده هو بارت اوف مليون، جزء من مليون اوف مليون، يعني بارت اوف مليون اوف مليون، يعني انت جبت مليون قسمته مليون جزء وجبت الجزء من المليون، يعني حاجه قليله بطريقه رهيبه. بارت اوف مليون اوف مليون، بارت اوف متر، يعني انت جبت المتر قسمته مليون بارت، والبارت قسمته مليون بارت وهو واحده منهم. ده البيكو ايه، البيكو متر حاجه صغيره جدا يعني. المهم ان دي اليونت اللي بنقيس بيها حجم الايه الاتوم. طيب احنا بنعرف ده ليه يا مستر؟ عشان نفهم ترتيب السايز جوه الايه جوه البريود تيبل. الشكل ده اكنه يعني جاب حته من البريودك تيبل، ده بيريود وده ايه وده جروب ماشي. فلما درسنا الموضوع ده لقينا ايه؟ لقينا ان السايز بيختلف كل ما انا بتحرك من، يعني انا لو جيت مثلا هنا للسايز وجيت علمت على السايز، فين السايز؟ ريديوس. طيب لو انا جيت بصيت هنا هلاقي ايه؟ شايف ال الالوان اللي ظهرت في الجدول، خد بالك من الالوان، انا عاوزك تفهم كده. لو تاخد بالك الالوان كلها رايحه في الاتجاه ده، يعني الالوان الغامقه رايحه في الاتجاه ده، وده اللون اللي هو تقيل جدا وغامق جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو جيت بصيت هتلاقي ان اكتر سايز موجود في الجزئيه دي. فلما جينا درسنا البريودك تيبل لقينا ايه؟ لقينا ان السايز بيزيد كل منزل لتحت.
ما هو كل منزل اللي تحت ده كده في الجروب صح ولا لا؟ يبقى كل منزل في الجروب بلاقي السايز بيزيد، وده حقيقي لما احنا جينا شفناه في الايه البريود او الجروب اللي قدامنا ده. في الجروب ده اللون بادئ خفيف شويه، وبعدين بدأ يتقل 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 لحد ما وصلنا لهنا اللون تقيل جدا. مقصود باللون التقيل ده ان السايز كبير، يعني الاتوم اللي اسمها سيزيوم دي سي اس، السيزيوم دي ذا بيجست اتوم، كبيره جدا، يعني هي اتوم كبيره جدا. طيب لو انا بصيت للبيريود، لو انا بصيت للبيريود كل ما بمشي من الشمال لليمين تلاحظ ان اللون بيفتح، يعني السايز بيقل. يعني انا كل ما امشي من ناحيه الليفت تو رايت في البيريود، ما هي دي اسمها بيريود صح ولا لا؟ اللي بالعرض اسمها بيريود، باي موفينج فروم ليفت تو رايت ان ذا بيريود وي سي او وي سي ذات ذا سايز ديكريس، السايز بي اي السايز بي ال. يبقى لو جيت هنا بصيت هلاقي ان الاتوميك سايز فعلا بيقل لما انا بمشي من الايه من الليفت للرايت. طيب احنا بقى ما بنقولش من الليفت للرايت وما بنقولش من الرايت للليفت والكلام ده، احنا بنقول باي انكريسنج ذا اتوميك نمبر. بمعنى ان انت لو جيت بصيت للجروب ده، فالجروب ده اوله ليثيوم وبعديه صوديوم. طب ايه الفرق بين الليثيوم والصوديوم؟ ان ده اكتر من ده في الاتوميك نمبر، فبنقول باي انكريسنج اتوميك نمبر ان ذا سيم جروب ذا اتوميك سايز انكريس. ولما بنقول في البيريود بنقول ايه؟ باي انكريسنج اتوميك نمبر ان ذا سيم بيريود اتوميك سايز ايه ديكريس. يبقى مقصود بفكره انك تتحرك بالشمال لليمين انكريسنج اتوميك نمبر، او من فوق لتحت اسمها انكريسنج اتوميك نمبر برضو. يبقى باي انكريسنج اتوميك نمبر ان جروب ذا سايز ايه ذا سايز انكريس، اند باي موفينج فروم ليفت تو رايت اللي هي باي انكريسنج اتوميك نمبر يعني الايه الاتوميك سايز ديكريس. يبقى فهمتوا يا شباب احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن حجم الاتوم، عن السايز بتاعها. وبنقول ايه بقى ملخص الموضوع ده، ملخص القصه دي؟ وي فايند ذات اتوميك سايز ان بيريود واتوميك سايز ان جروب. بالنسبه للبيريود اللي هي بالعرض ماشي، بالنسبه لو انا جيت بصيت باي انكريسنج ذا اتوميك نمبر اللي هو فروم ليفت تو رايت، زي ما انا قلت لكم معنى ليفت تو رايت دي يعني انكريسنج اتوميك نمبر، باي انكريسنج اتوميك نمبر ذا اتوميك سايز ديكريس، من الشمال لليمين الاتوميك سايز ديكريس. طيب ليه بقى ديكريس؟ هو بيقل لان كل ما تمشي من ناحيه الشمال لليمين الاتوميك نمبرز بتزيد. واحنا عارفين ايه؟ احنا عارفين ان لو انا جيت مسكت مثلا البيريود نمبر 5، هو انا امتى اقول ان الاليمنت ده في البيريود نمبر 5؟ ركز معايا جدا، امتى اقول ان البيريود ده في او ان امتى اقول ان الاليمنت ده في البيريود نمبر 5؟ لما اعمل له كونفيجريشن ولاقي ان هو بيتكون من 5 energy levels، لما الاقيه بيتكون من 5 energy levels. والكلام ده كله هتلاقيه في الدرس اللي فات مشروح جدا. فلو انا عملت configuration لاتوم ولقيت ان فيها 5 energy levels بقول ان هو في البريود نمبر 5، يعني البريود نمبر 5 دي كل الاليمنت اللي فيها فيها 5 energy levels. طيب لما انا بتحرك من الشمال لليمين العدد بتاع الالكترونات بيزيد، number of electrons بتزيد، وكل ما numbers of electrons تزيد الاتوم دي يزيد فيها حاجه اسمها اتراكشن، يزيد التجاذب فيها. فكل ما امشي من ناحيه الشمال لليمين التجاذب يزيد يزيد يزيد، وتلاقي الاليمنت هنا بقت صغيره جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا لو جيت بصيت لي اليمنت زي ايه هقول لك انا، وعاوزك تركز معايا، انا هعمل كونفيجريشن لحاجتين. حاجه اسمها نرسم ايه بقى، نرسم الليثيوم مثلا. ركزوا معايا في اللي انا هعمله، هرسم الليثيوم 3 وهرسم ال NA 11 واشوف ايه موضوع الاثنين دول. اولا الليثيوم لو جيت بصيت هنا هو الكونفيجريشن بتاعه 2 1، لان هو 3 اصلا، فاول واحد بياخد 2 والتاني بياخد 1، ده الكي ماشي وده ال. طيب لو جيت للتاني سوري ده ال ان اي 11 ها. طيب لو جيت للتاني فالان اي اول واحد هيشيل 2 والتاني 8 فدول كده 10، فاضل واحد فيتحط في الاخير، ده كي وده ال وده ام. طيب ايه الفرق بين الاثنين دول؟ الفرق بين الاثنين دول ان عدد الانرجي ليفلز مختلف، هنا في 3 انرجي ليفلز وهنا في 2 انرجي ليفلز. طيب تعالى نعمل بقى كونفيجريشن لواحد ثالث خالص. الواحد التالت خالص ده مين؟ ثواني، الواحد التالت خالص ده
اللي هو مين مثلا عايزين نعمل كونفيجريشن ل الام جي. تعال ناخد الام جي. الام جي لو انا جيت بصيت له الام جي ده، لا سوري معلش، الام جي 12، فلو جيت عملت له كونفيجريشن هلاقيه 282. يعني ايه 282؟ يعني لو انا بصيت للصوديوم وبصيت للمغنيزيوم لازم الاقي الصوديوم والمغنيزيوم في نفس البريود. ليه؟ لان هما الاثنين عندهم ذا سيم نمبر اوف انرجي ليفلز، ده عنده 3 انرجي ليفلز، ده عنده 3. طب ايه الاختلاف اللي ما بينهم؟ ان المغنيزيوم اللي تحت الرقم الاخير اكبر، فاهم الفكره؟ فده عنده مور انرجي، مور الكترونز، عنده الكترونز اكتر، رغم ان هما الاثنين عندهم 3 انرجي ليفلز، الا ان ده عنده الكترونز اكتر، والالكترونز دي بتبقى نيجاتيف، بتبقى اشاره نيجاتيف، والنيوكليس بتبقى بوزيتيف. فكل ما يزيد العدد كل ما التجاذب يزيد، كل ما الاتوم دي تقرب من بعضها، يعني كل ما يزيد الالكترونز في الاتوم دي ما يحصل ما تكبرش، لا تصغر، كل ما الالكترونز تزيد. يعني ايه؟ تخيل كده ان في اتنين اقوياء قوي بيتخانقوا مع بعض، يعني فتلاقيهم بيقربوا من بعض جدا في الخناقه دي، ما بيعدوش عن بعض. فكل ما يزيد النمبر اوف الكترونز تبقى اقوى فيقربوا من بعض اكتر، وبالتالي وبالتالي لو انا بجيب بصيت في الايه في البريود هلاقي ايه؟ هلاقي ان ديو تو ليه الاتوميك سايز بيقل كل ما امشي من الليفت للرايت، ديو تو انكريس بسبب زياده اتراكشن فورس بتوين بوزيتيف نيوكليس اند اوتر موست الكترونز، زي ما قلنا بسبب الاتراكشن فورس ايه بتزيد. والعلاقه دي كده اسمها انفرسلي بروبورشنال. يعني ايه انفرسلي بروبورشنال؟ بروبورشنال يعني كل ما حاجه تزيد الثانيه تقل. يعني انت خدت بالك هنا باي انكريسنج اتوميك نمبر، ده في البريود by increasing atomic number، كل ما زود الاتوميك نمبر من الليفت للرايت الاتوميك سايز ديكريس تقل. يعني لو دي بيريود فكل ما امشي من ناحيه الليفت للرايت by increasing atomic number الايه الاتوميك سايز ايه ديكريس. وبالتالي دي حاجه اسمها inversely proportional relationship وبتترسم بالطريقه دي. انما لو رحت للجروب عشان اشوف الجروب، الجروب بقى العكس. الجروب كل ما تزود الاتوميك نمبر، كل ما تنزل من فوق لتحت تلاقي الاتوميك سايز ايه بيزيد، بسبب ان ايه؟ ان كل ما تمشي من فوق لتحت انت بتزود الانرجي ليفلز. يعني الاولاني عنده ايه؟ اول مربع ده عنده انرجي ليفل واحد، الثاني عنده 2 انرجي ليفلز، الثالث عنده 3 انرجي ليفلز، وهكذا. فكل ما انزل من فوق لتحت الانرجي ليفلز بتزيد، وبالتالي الاتوم هتبقى اكبر. يبقى اتوميك سايز ان جروب، الاتوميك سايز في الجروب by increasing the atomic number اللي هو from up to down the atomic size increase، الاتوميك سايز ايه بيزيد. خد بالك بقى وابتدي انت اكتب الكلام ده، اكتب الاتوميك سايز by increasing atomic size في البريود الاتوم ديكريس الاتوم سايز يعني، والجروب كل ما زود الاتوميك نمبر الاتوم انكريس الاتوميك سايز يعني. طيب due to increase number of energy levels، بيجي في الامتحان يسألك بقى سؤال واضح جدا، يقول لك ايه؟ هو يكتب لك دي وتقوم انت كاتب له دي، يعني يقول لك by increasing atomic number in period the atomic size decrease ليه؟ due to increasing attraction force. طيب في الاتوميك جروب ليه by increasing atomic number the number the size increase؟ هتقول له due to increasing in a number of energy levels. والعلاقه دي directly ايه؟ directly proportional relationship. الجدول ده يتحفظ صم. طيب تعالوا ندخل في جزئيه جديده. النود دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي النيوكليس از بوزيتيفلي تشارجد. ليه النيوكليس بتبقى بوزيتيفلي تشارجد؟ ليه تبقى بوزيتيف؟ علشان النيوكليس دي جواها بروتونز ونيوترونز، والبروتونز دايما بوزيتيف والنيوترونز بوزيتيف ونيجاتيف، فالشحنه الاغلب في النيوكليس هي بتبقى ايه؟ بتبقى بوزيتيف. يبقى ذا نيوكليس از بوزيتيفلي تشارجد ليه؟ بيكوز ات كونتين بروتونز اند نيوترال نيوترونز. تحفظها كده. طب مين دي بقى المعلومه المهمه اللي بتيجي كومبليت دايما، مين اللارجست اتوم؟ ذا لارجست اتوم از سيزيوم، اكبر اتوم هي الايه؟ هي السيزيوم. اند ذا سمولست اتوم از ايه؟ از فلورين. وايه؟ واصغر اتوم هي الفلورين. ده الجزء الاول من الدرس بتاعنا اللي هو اسمه اتوميك سايز. احنا في الدرس ده بنتكلم على بروبرتيز اوف اليمنتس ان بريدكتبل وازاي ان احنا رصيناهم، وخدنا بالنا ان لو انا جوه جروب فالاتوميك سايز ماشي، لو انا جوه جروب فالاتوميك سايز لو انا مشيت من فوق لتحت
ماشي بالشكل ده فالاتوميك سايز انكريس، وانما لو مشيت من ليفت للرايت في البيريود فالاتوميك سايز ديكريس، وبالتالي ده الجزء بتاع الاتوميك سايز. بتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوه. هنبتدي في الفيديو اللي جاي ان شاء الله نتكلم على الكترو نيجاتيفيتي بالتفصيل ونفهم اكتر عن بروبرتيز اوف اليمنتس ان مودرن بيريود تيبل. لينك الملزمه دي هتلاقوها ان شاء الله تحت الفيديو على طول، تقدروا تحملوها في اي وقت او تكتبوا لي اي كومنت انتوا حابينه. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.